أهلا بكم. نظم تجمع حملت شهادة الدكتوراه الكويتيين اعتصاما أمام قصر السيف للاحتجاج على قيام كل من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي برفض قبول تعيين 300 من حملت درجة الدكتوراه من الذكور والإناث. وخلال الاعتصام أكد المشاركون أن أزمة القبول الجامعي سببها النقص الحاد في أعداد أساتذة الجامعة والتطبيقي، مشيرين إلى أنهم تقدموا للمسؤولين بتصورات عدة لحل المشكلة إلا أنها لم تجد آذانا صاغية. أزمة القبول قدم لها دراسات وحلول من قبل تجمع حملة الدكتوراه وكذلك من قبل أكاديميين، إلا أن الجامعة لا تأخذ بهذه الدراسات وكذلك الهيئة، ونجد أبواب مغلقة في وزارة التعليم العالي. الأزمة عندما تراكمت أمام تقاعس وزارة التعليم في حل هذه الأزمة، تفجرت اليوم الأزمة. وجدنا الشباب الكويت اليوم لا مقعد له تعليمي سواء في الجامعة أو الهيئة، وأيضا صعوبة الذهاب للدراسة في الخارج. لا يعقل أن جامعة حكومية نسبة القبول فيها 7000 طالب وتأتي الحكومة وتبتعث 8500 طالب داخل وخارج الكويت. لا يعقل أن يكون الأصل الابتعاث والاستثناء القبول في الجامعة. وضع التعليم في التعليم العالي في دولة الكويت لا يمكن السكوت عنه. جامعة يتيمة من 66، وهناك أزمة الشعب المغلقة وتكدس الطلبة في أعداد كبيرة في القاعات الدراسية، وهناك ابتعاث آلاف الطلبة للخارج تخصصات لا تخصصات ليس لها في سوق العمل. وطرحنا كذا حل طبعا الوزراء التعليم المتعاقبين، منها إنشاء جامعات حكومية، منها إنشاء فروع الجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي لمواجهة الأعداد المتزايدة بشكل كبير لخريجي الثانوية العامة. لكن لا حياة لمن تنادي. أزمة القبول مو جديدة، صار لها أكثر من سنة عندنا أزمة قبول في سواء الجامعات الحكومية التطبيقية أو الجامعة. يمكن اليوم نزل قرار إعفاء رئيس أو عميد قبول التسجيل في العام التعليمي التطبيقي. نشكر الدكتور عبد الرزاق النفيسي على هذا، يعني محاولة حل المشكلة، لكن نقول أن هذه مو هي المشكلة الأساسية. في مشكلة أكبر، في فساد إداري أكبر في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي في العمادة أو في الجامعة. احنا مضطرين لنرفع قضية في حقوق الإنسان على الحكومة الكويتية، إلى أن الكويتي مهضوم حقه في بلده. الطالب لا يجد مقعد دراسي، والدكتور لا يجد مقعد في أن يعلم ذلك الطالب. لا أحد ينادينا ولا أحد يقابلنا ولا أحد يدري عنا، يعني إحنا بس نقدم الطلبات ونطلع. 3 سنين إحنا على هالحال، نقدم ونطلع وما حد ينادي، لا مقابلات، لا ندري شنو، يعني وين نروح، لا معهد تطبيقي ولا جامعة. إحنا نوجه رسالة اليوم للدولة ورئيس الوزراء بأن يصححوا هذا الوضع الخاطئ وهذا الوضع الغير سليم، ونحن نتمنى من الحكومة الكويتية مجتمعة وإدارة الجامعة تصحيح هذه الأوضاع الخاطئة، هذه الأوضاع اللي أدت إلى أن يكون في هذا المجتمع من يتحدث وهم أساتذة الجامعات. واعتقد أن هذا مؤشر خطير. لولا الأزمة تفاقمت بشكل كبير جدا لما وقفنا في هذا المكان، لأن هي المشكلة موجودة والأزمة خلقت من الإخوان اللي موجودين في الهيئة وفي الجامعة متعمدين فيها لوصول طلبتنا لهذا الحال، حتى يكون هناك في ابتعاد خارجي وابتعاد داخلي وجامعات الخاصة وإلى آخره. وبالمقابل هذا ممكن حلولها بشكل سهل، وعطينا حلول كثيرة.